السلام عليكم، كديرين؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. كي دايره اموركم؟ بخير ان شاء الله، اموركم كلها ان شاء الله تكون بخير وطيبه واحوالكم مليحه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله اخواني اخواتي غنديروا معكم طيشلات مالحين. كاين اللي بعض الناس كيبغوا طيشلات مالحين وكاين حلوين. اليوم ان شاء الله غنديروا معكم طيشلات حلوين، عفوا طيشلات حلوين. تبعوا معايا الطريقه ان شاء الله غادي تنجح معكم باذن الله. ندوزوا للمقادير. عندنا هنا جوج ساشيات ديال الخميره بيكنج باودر، يعني وزن 16 غرام. عندنا هنا جوج بيضات خرجناهم قبل من الثلاجه. عندنا هنا جوج كيسان ديال السكر سنيده، تقدروا تزيدوا على حسب الحلاوه، تزيدوا كاس الثالث. انا ديك الساعه نشوف على حسب الحلاوه نقدر نزيد الثالث. جات الحلاوه هي هذيك غنخليها جوج كيسان. عندي جوج كيسان ديال الماء، عندي كاس معمر ديال الجنجلان. انا هنا خديت جوج دراهم ما بين النافع وحبس حلاوه باش نسمو بها. وعندي هنايا غناخذ جوج كيسان ديال الزيت المائده. والطحين عندي تقريبا كيلو ونص حتى جوج كيلو ديال الطحين. لا احتاجي الطحين غادي نزيد ان شاء الله. نبداو على بركه الله، نبداو ب النواشف نحطوها معانا باش ندوزو سمحوا لي. نبداو بسم الله، نبداو بالبيض هو الاول. كما قلت لكم عندي هنا جوج بيضات، وعندي السنيدة او السكر، السكر حبيبات، وعندي هنا النافع وحبة حلاوة، عندي الجنجلان. هادشي شوية صهدتهم في المقلة، واحد شوية صهدناهم. هادو راه حبيبات ديال البزار او الفلفل الاسود، يعني صهدناهم شوية. وكناخد كنعبر الزيت، يعني جوج كيسان ديال زيت المائدة، الكاس الاول والكاس الثاني. صافي كنجمع هاد الخليط، كندير الماء، جوج كيسان ديال الماء كما وريتكم. نحاول نذوبو هاديك السنيده. صافي كناخدو طحين كنزيدو تدريجيا. تقريبا عندي كما قلت لكم عندي غادي ندير شي جوج كيلو ديال الطحين. كما كتشوفوا كنحاول ندير الطحين، نزيدو شيئا فشيئا باش يتجمع لي العجين. كما كتشوفوا غادي نحتاج غادي نزيد مازال الطحين، نزيد بعدا خميره باش ما ننساهاش، او بيكنج باودر. كل وحده وزن ديالها 8 غرام، يعني المجموع عندي 16 غرام. صافي كنحاول نزيد الطحين حتى كيتجمع لي العجين. بعد المناسبة كنوجه لكم تحية بمناسبة عاشوراء، ونتمنى في يوم التاسع والعاشر يعني الإنسان يصوم. يوم التاسع والعاشر غادي نحاول نزيد الطحينة الإخوان إذا ما كفانيش. من بعد ما جمعنا العجين ديالنا كما كتشوفوا، ها هو
حتى ناخذ ونقسموا كويرات، كنديروا في الكيس بلاستيكي بما دزنا الكويرات اللي من بعدها. كناخذوا ورق الزبدة ناخذ العجين، تكون عندنا قطاعة ديال البيتزا ساهية، كنجيبو المدلك كندلكو العجين بحال هكا، نجيب ورق الزبدة، نجيب ورق الزبدة بحال هكا باش يسهل عليا نسرح العجين. حيت هذاك ورق الزبده ما نجحش معايا خليته بحال هكا، كنحاول ندي العجين يعني نسرح العجين كما كتشوفوا باش يعطيني واحد السمك تقريبا ما كاملش نص سنتيم، حيت ما داير الخميره في العجين ما يجيناش منفوخ. شي كنحاول السمك نخليه بحال هكا باش ما يجيوش الطريش لا تغلط. نحاول نجر العجين، ديروا نتوما هاد الطريقه هادي بلا ما ديروا هاد الزبده من عاوتاني من الفوق، سيروا بهاد الطريقه هادي وينجح معاكم. كنتحسو بالأطراف ديال الأصابع، كنلقاو بأنه كما كتشوفو هزينا حطينا في اللاطة بحال هكا، يعني من بعد ما لطقناه كما كتشوفو عندنا ليه السمك ديالو طيب. صافي كنجيب القطاعة ديال البيتزا كما قلت لكم، كنديرو بسم الله، كنقطعو العجين، بحال هكا، كنقطعو العجين طولي. كما كتشوفوا قطعنا العجين كما كتشوفوا الطولي، دابا غنجيو غنجيو بحال هكا نقطعوه بالعرض. الطريقه سهله البنات، يعني غير كتوجد بلا ما تبقاو تستعملوا الطوابع. دغيا عملية دغيا كتوجد، كيف ما شفتو بعد ما وجدنا العجين ديالنا وقطعناه بحال هكا، كنكونو مسخنا الفران على 150 درجة، إلا كان ديال الضو كتكون العافية مهيلة 150 درجة، نشعلو فوق وتحت، إلا كان ديال الغاز كنشعلو غير لتحت وعلى عافية مهيلة، بحال هكا طيبو الفطاس على عافية مهيلة. ونطيبو الكعكات ديالنا أو الطريشلات وندخلوهم الفران شوية، نهبطوهم لتحت بما يتحمرو لينا ونطلقوهم من بعد ما يطيبو. خليكم معايا كما كتشوفو إخواني أخواتي، من بعد ما خرجنا من الفران ماشي كتدير معانا بسهولة، كتكون طيبة من جوج جوي. أنا درت جوج جديات تانية جوج لاطا، كتكون سهله في القطاع
ديالها كما كتشوفوا. سير من دخلوا هاد الثلاجة أو الكونجيلاتور نعاودو نخرجوها. هاد الطريقة جربوها زوينة ودي ساهلة، يعني كطيب دغيا وبسرعة في وقت قياسي. نجربها وما غاديش تبني ان شاء الله. من بعد اخواني اخواتي ما كملنا الطريشلات ديالنا او الكعيكات او كل دينا وشو كتسميها، خرجت لنا هذه الكميه تبارك الله. هذه راه كتبسه ديال 40 كما كتشوفوا، خرجت لنا هذه الكميه. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوني دائما بالتعاليق وبلي لايك، وديما ان شاء الله ندير لكم جديد باذن الله تعالى. وبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، عائلاتكم اسرتكم اصحابكم، باش تكبر القناه ديالي، وبفضل ديالكم ان شاء الله غادي تكبر. كنشكر اي واحد كيخلي لي كومونتير او تعليق زوين، شكرا لكم، شكرا لجميع الجنسيات العربيه والمغربيه من خارج المغرب وداخل المغرب، كنشكركم بزاف بزاف. ومبروك عواشركم، وان شاء الله تكون لكم الصحه والسلامه، ومبروك عاشوراء، والله يدوز علينا بالصحه والسلامه يا ربي. وشكرا لكم، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، يكون خفيف ظريف. شكرا لكم.